اليوم 25/10/2012 والساعة 11:12 وهاي صلت الباطون ورافعة الباطون بتصب الاسمنت على ظهر دار رامي طه السبتي. اليوم صبت ظهر داره. هاي هندس مبسوطين وبتفرجوا على ظهر الدار. فبنقول لك يا رامي ألف مبروك. سبحان الله العلي العظيم، لا إله إلا وهذا الكرم كما تشاهدوه عن سطح العلي. أيوة رامي، رامي ليه بسمعك الدوشي. هاي ام حسان مبسوطة. مبسوطة على صبة ظهر دار ابن هراني. الجو لطيف جدا في غيوم متفرقة هنا وهناك في سماء البلد، يعني الطقس ممتاز جدا. ما شاء الله الشجرة هذه السنة الثالثة ولا لا أكثر من هيك، هاي غطت ظهر البرغندة. شو بدكم احسن من هيك منظر؟ العنب مكسرة لانه المسافة طويلة من اول طابق الى حد هون. باكي مش هو. هذه الحديقة هاي اللي كانت دار أحمد العواد، والجنان الثاني دار عواض العواد، وحدود هنا الكرم. ما شاء الله ما شاء الله كيف تغير الحال لو أمواتنا أجدادنا وبياتنا يعودوا مرة ثانية يشوفوا كيف صارت الحارة بعدهم. اللي كان الجحش ما يقدر يمرق من هون. هاي واحد راحت. ثاني اجت. هل تصدقون انه في ايام الصيف واحنا صغار ونظرنا كان حاد جدا ونتطلع الى الجنوب من حوارة ونشاهد اعمدة الارسال، ارسال اذاعة القدس من رام الله، اعدهم خمسة اعمدة ارسال
الله 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 يا رام الله. واجت إسرائيل وفي الانتفاضة الثانية دمرتهن، ما عدنا نشوف من شيء. هذه ساحة البركة، هاي القبور، هاي في حرمي على القبور، تكرار الفاتحة لأمواتها، رحمة الله على أمواتنا وأمواتكم، وغدا عيد الأضحى المبارك. والهواء كالي بالكرسي، جايب أجلها. هنا مركزنا الرئيسي طول أيام الصيف، وسهراتنا في الليل. نأتي إلى منطقة، يا الله الإهمال يا يوسف أحمد سليمان، أينما كنت هيك تارك بيتكم وهيك الساحة. لا إله إلا الله. يا الله، بنقول لك يا رامي ألف مبروك على صبة ظهر دارك، ومع أنك هيك بتطلع جنب التنك الماي، تقرب الصورة قدر الإمكان. ونظرة أخرى وهو وداع كرمنا وحارتنا الفوقة، وعسى إن شاء الله نعود لها السنة القادمة بإذن الله تعالى. نراكم بخير وعافية، وكل عام وحضرتكم مشاهدي هذا الفيلم بألف خير وهدات بال وصحة طيبة من على سطوح دارنا في الحارة الفوقة، عزة عبد القادر. نقل لكم مناظر جميلة من بلادكم. حياكم الله، عيد سعيد وعمر مديد لكل مشاهدي أفلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة الآن 11 ظهرا، 25 10 2012.